الأسبوع اللي فات اتعرض عليا حالة، وكانت الولد شاب في مقتبل العمر 23 سنة وأدت إلى هذه الإصابة. فإحنا بس كل اللي بنقوله يا جماعة خلي بالكم ولادكم بيعملوا إيه. كتير جدا من النوادي في مصر أو النوادي عامة عشان تجتذب الشباب للرياضة ابتدت تمارس هذه رياضة الباركور بدون دراية بميكانيكة الجسم، ودي حاجة مهمة جدا، أو اللي بنقول عليها الماسكولوسكليتال إفيشنسي بتاعة العمود الفقري. فدي هي ادت الى نتائج كارثيه، لان كتير جدا من اللي بيلعبوا اللعبه دول ما عندهمش الاستعداد، العمود الفقري بتاعهم ما فيهوش الفلكسبيليتي او المرونه ان هو يستحمل تراتمات او خبطات جامده جدا. احترزوا ان ولادكم يعني ينساقوا لمثل هذه الالعاب بدون ما يكون عندهم الكفاءه الكافيه لتحميهم.